الجائزة الثانية في كرة الطاولة هاشمي إسراء بهذا الحال من المركز السوري الرياضي سيدي إبراهيم القائد رئيس الملحقة عين عمير السيدة القائدة مشكورا لتجمعها اليوم لهذا المشهد. وفيما يرتبط بالجائزة الثالثة ياسمين عفيف القائد الممتاز حسن المواسير القائد الممتاز رئيس الملحقة الإدارية المغول مشكور. وننتقل إلى البلياردو ونشاهد هذه اللعبتين أو هذا التخصصين أحدثتا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثناء تشييد صاحب الجلالة للمركز السوسيورياضي سيدي إبراهيم. الفائز الأول محمد الشابي أمين. نسلم هذا الدرع القائد رئيس الملحقة الإدارية الرياض. فليتفضل مشكورا. الجائزة الثانية للشاب عبد المولى بكاوي يسلمها السيد قائد رئيس الملحقة الإدارية النرجس فليتفضل مشكورا لتتبعه كذلك. وطبيعة الحال الجائزة الثالثة للشاب عثمان الشابي على مركز الرياضي سيدي إبراهيم يسلمها القائد رئيس الملحقة الإدارية المرابطين. كثيرة هي المحطات التي جعلتنا اليوم نقف هذه الوقفة ونحن نتوج أنشطتنا في إطار الاحتفالات بالذكرى 13 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005 خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 18 مايو 2005 المعلن عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 2006 الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى 2006-2010 وتكوين الأجهزة المرتبطة بالحكم. 2008 مراجعة نصف المرحلة لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 2010 المنتدى الدولي للتنمية البشرية بأكادير كتجربة دولية رائدة. 4 يونيو 2011 إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية 2011-2015 من طرف صاحب الجلالة بمدينة أجرالة. وننتقل الآن إلى صنف كرة القدم ونحن نحتفل الشعب المغربي قاطبة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نهائيات كأس العالم بروسيا وتمنياتنا بالتوفيق ولهذا الجيل الجديد بالتألق معكم عميد فريق فرقة سي اس بي سيدي إبراهيم لكرة القدم تحت إشراف نسلم هذا الدرع الشريف لكرة القدم السيد والي جهة فاس مكلاس عامل عمل فاس. Thank you.
هادو الميداليات الفرق كله على ممثل الكابيتان ديالو اللي مشارك ميدالية الرصا. وانا نشكر مصالح ولاية فاس رئيسة قسم العمل الاجتماعي وكافة الأطقم الإدارية والتقنية للإعداد الجيد من أجل الاحتفال بهؤلاء الشباب على مستوى البذل الرياضية وكل الوسائل الإضاحية والسمعية البصرية التي تم توفيرها إلى هذه الملتقيات. ونتمنى من مدير المركز التنظيمي الحال الخاص بكل الأفضل تحت إشراف طبعا الحال المدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة والمسؤول الإقليمي للرياضة للاحتفاء بهذه التجربة بمعية الأطفال. إذن الرتبة الثانية يتسلمها عميد فرقة الليلو ويسلمها السيد كاتب العام. التتويج الثالث بسيف كرة القدم عميد فرقة حي النجاح وتسلمها لمراكز قسم العمل الاجتماعي الله كل شيء يسلم جوائز الصورة الجماعية معه كير مع زيد أصغر مشارك المركز السياسي الاجتماعي ويتوجه الأستاذ فلقيان المدير الجهوي للصناعة التقليدية ومعروف بحبه لفئة الصغار البراعي. إذا لك شرف تتويج هذا التقليدي ونتمنى التتويج للمنتخب المغربي والتألق البراعم. إذا في سيف الكاراتي الذي يحتضن هذه الممارسة الرياضية التي تدخل في إطار فنون الحرب ولكنها فنون للحرب بنفس تخليق الحياة العامة والتربية على القيم. كان الجائزة الأولى لأول مشارك انخرط مباشرة بعد تسجيل صاحب الجلالة لهذا الفضاء إنه الطفل عبد المغيث ماجدي. نسلم له هذا إنما هو بطل المغرب وما زال يتألقشان. نسلم له السيد المدير الإقليمي لتباع وزارة الصحة مشكورا لدعمه لكل التظاهرات من خلال التغطية الصحية والسلامة البدنية لكافة المشاركين. الجائز الثاني الطفل أيمن الكريمي يسلم له الكأس السيد مرسق الجاوي للتعاون الوطني مشكورا. والجائزة الثالثة للبطلة آية براد أكرم عبدي تسلم له هذا الكأس الأستاذ المدير الجهوي للثقافة فليتفضل مشكورا لعنايته بالشأن الثقافي المرتبط بالتربية الفنية للأطفال في عناق مع التربية الرياضية مشكورا على المعرض الذي لقبهم الرياضة والحمد على التصريح. شكرا سيدي المدير الجهوي. الصف الثاني
الكاراتيه في الكاب سوسيوريال سيد ابراهيم للرتبه الاولى تعود للبطله آية الشافع. نسلم لها هذا الدرع السيد المدير الجهوي للنيابه الاستاذ عبد الرحيم ارهاب رئيس وزاره الشباب والرياضه رئيس الفتره المشكور. الجائزه الثانيه ويسلم لها هذا الدرع السيد المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه مشكورا للانشطه التربويه والثقافيه والتاسيسيه التي تنظم بسائر المؤسسات. ونعتقد بان الممارسه الرياضيه داخل المؤسسه التعليميه خاطره حقيقيه لتحقيق التنميه الرياضيه من خلال المدارس الرياضيه. ونعود الى صنف اخر ثالثة تعود لي الآية بالراجل ثالثة آية بالراجل وأطلب من الأستاذ الحسناوي الأستاذ الحسناوي الأستاذ الحسناوي ننتقل إلى محطة التتويج في كرة السلة ذكور عن القاعة المغطاة عين عمير، ويتعلق الأمر بالرتبة الأولى. ننادي على عميد النجم الرياضي الفاسي ألف النجم الرياضي النجم الرياضي بكور يسلم له الكأس السيد والي جهة فاس النجم عامل عمل الفاس. عميد سايس لكرة السلة يسلم له الكأس السيد عمدة مدينة فاس. المرتبة الثالثة عميد النجم الرياضي الفاسي يسلم هذا الدرع السيد رئيس مقاطعة سايس الأستاذ حميدة رئيس الفتره المشكور. ننتقل دائما في حقل التتويجات التي عرفتها ذكرى الاحتفالات بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ذكرها 13 بسائر المؤسسات التربوية والرياضية والتعليمية والخاصة بالشؤون النسوية والمهن التدبيرية المنزلية. ننتقل إلى صنف كرة السلة إناث ونستدعي عميدة النجم الرياضي الفاسي بي لتسلم هذا الدرع الجميل الذي يتوج ذكرى 13 يسلمها السيد والي السيد والي تتويجا لمبادرة نسائية في مجال الرياضة. والجائزة الثانية لعميدة النجم الرياضي الفاسي
أسلمها السيدة رئيسة قسم العمل الاجتماعي مشكورة مرة أخرى على تفانيها في هذا الإعداد. والجائزة الثالثة في صف كرة السلة إناث لعبيدة سايس لكرة السلة السيد يسلمها السيد المدير العام لمقاطعة سايس مشكورا على تجربته الجبارة كذلك في إنجاح برنامج جنايات المرتبط بالفن والتراث بمعية السيد رئيس مقاطعة سايس. إذن محطة موالية أساسية كان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضور قوي في سائر المدن المغربية، وكان وقعها بمدينة فاس قوي بحضور أزيد من 20 دور شباب، فيها 10 دور شباب كلها منخرطة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجمعياتها بروادها بأطفالها. فاستدعي رئيس مجلس دار الشباب عنق بالشاب الفنان غادي النقابي ويسلمه السيد والي جهة فاس مكناس هذه الكتب أرجونا لاهتمام هذه الدورة بمجال الكتاب وشجرة الكتاب. ومشكور السيد رئيس المجلس على تفانيه في المكتبة الثقافية التي تشتغل ليلة نهار في هذه المؤسسة من الساعة 10 إلى الساعة 8 مساء. مشكورين كل الرواد وكل الجمعيات. إذن التتويج الثاني يتعلق بممثل مجلس دار الشباب مبروكة يسلم هذه الجوائز التي هي عبارة عن كتب ويحملها شعار الملتقى شجرة الكتب، وكل كتاب بحرف وبألف حرف من أجل تنوير الرأي العام ومن أجل تنوير قدرات الشباب الفكرية والثقافية. يسلم جائزة سيد عودة مدينة فاس للشاب عن دار الشباب. إذن ننتقل إلى محطة أساسية هو الحضور الإبداعي النسائي من خلال التعاون الوطني وما يشتغل عليه من إنجاح هذا البرنامج من خلال تنظيم مجموعة من المسابقات. يتعلق الأمر بمسابقة في مجال إنتاج وصناعة الحلويات، وعادت هذه النتائج على كل من الفائزين، ويتعلق الأمر بالرتبة الأولى بممثلات دار حي عويك الحجاج، ويسلم هذا الدرع السيد الوالي التي يمكن أن تكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لرائد البلاد في فلسفته وفي تصوره الحكيم المعقلم ليست فقط ورشا للبناء والإعداد والتجهيز، بقدر ما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش لبناء الإنسان مطلق الإنسان. هكذا أراد جلالته أن يكون البناء هو تأهيل العنصر البشري من منذ نعومة أظافره. الجائزة الثانية تتعلق بسيف الحلويات المركز الاجتماعي للخرد دار الملاس، يسلمها دائما تتويجا السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس. المبادرة فعلا للتكوين وتعزيز قيم التكوين، ولعل خطاب صاحب الجلالة الأخير افتتاح الثورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة
كانت ترتكز اساسا على فعل التكوين والتاهيل للقدرات خاصه في العالم القروي الى صنف الحلاقه والمرتبط بتاهيل القدرات النسائيه. كانت الفائزه هي دار حي سيدي بوغالب. نسلم هذا الدرع السيد الوالي المذكور. والجائزة الثانية كانت للمركز الاجتماعي للقرب النسيب ليسلم هذا الدرع السيد المدير الجامع للصناعة التقليدية. بسبب الحياكة ويتعلق الأمر في الجائزة الأولى المركز الاجتماعي للقرب البطحة ويسلم هذا الدرع السيد المنصف الجهوي للتعاون الوطني مشكور. المركز الاجتماعي للقرب جنان البطاع ويسلم هذا الدرع السيد الباشا رئيس المنطقة المدرية السيد. المركز الاجتماعي للقرب جنان البطاعة سلموا السيد الباشا رئيس المنطقة الحضرية وعن صنف الحلاقة كذلك رتبة ثانية المركز الاجتماعي للقرب النسيب. مركز الاجتماعي للقرب النسيب يسلم هذا الدرع السيد المدير الاجتماعي لوزارة الصحة عبد الله. إذا المركز تتويج نهائي في مجال القياطة لمركز حي منى عبد الله ويسلم هذا الدرع السيد المدير الجهوي للثقافة مشكورا على الحضور. وبهذا المعنى وبهذا التألق نشكر لكم سيدي الوالي هذا الحضور البهيج ونحن في هذه الأجواء الرمضانية. نشكر لكم حضور السيد العمدة سيد الكاتب العام السادة رؤساء المقاطعات والبشوات والسادة رؤساء المناطق الحضرية السادة رؤساء المصالح الخارجية السادة رؤساء المكاتب والأقسام الفنانين الشباب الرياضيين الشباب والشابات. فعلا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ورش الملكي حيث العنصر البشري في قلب السياسات الوطنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع مجتمعي رائد للتنمية الوطنية المستدامة. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سياسة إرادية معبر عنها من أعلى مستوى في البلاد ذلك من أجل إنهاء أوضاع التفاوتات الاجتماعية الغير المقبولة والوصول إلى مستوى مهم من التنمية البشرية في البلاد. إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية متجانسة بعمق يشمل قيم الوطن وحب الوطن. وبهذه المناسبة ونحن نعيش أجواء الاحتفالات في الذكرى الثالثة عشر متمنياتنا
بالصحة ودوام العمر لرائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله بالنصر والتمكين من أجل خدمة البلاد وعزة وكرامة هذا الوطن، والدود والنصر لكل من يصون ويخدم هذا الوطن. تحياتي لكم وصورة جماعية. شكرا. ما بغيتش